أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم وهو العليم الخبير. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها قال نبأني العليم الخبير. صدق الله العظيم.